انا هستنى تليفونك من النهارده. انت مطمم على حكايه التليفون؟ طبعا، علشان اجي انا وعماتي نخطبك على طول. بس تفتكري بابا هيوافق؟ والله دي فيها شك. ليه؟ عشان لازم انا اوافق الاول. تعلن شركة الطيران العربية عن قيام رحلتها رقم 301 المتجهة إلى الإسكندرية. على جميع حضرات السادة الركاب التوجه إلى الباب الخارجي استعدادا للسفر. وشكرا. أشوف وشك بخير يا منى. مع السلامة يا نبيل. الحمد لله على السلامة. كويس كتير، انا استناه. تستناه؟ حد عارف يا ابني هو جاي امتى؟ ايوه انا عارف. منعم يا حبيبي يا ابني، ازيك يا منعم؟ ازيك يا عمتي؟ الف الحمد لله على السلامه يا الف نهار ابيض، جتنا بالسلامه يا حبيبي. امال انت ازاي فتحي وعزه؟ وفين عمتي شربات؟ عمتك شربات خرجت لحد بره وجايه حالا يا حبيبي يا حبيبي. خد يا حبيبي يا رب. انت لسه ما خدتش، وريني ايدك يا خبر. هتكذب؟ مش عيب الكذب يا حبيبي؟ خد ادي واحده كمان اهي. حاضر. وانت كمان، وانت واقفه زعلانه ليه يا حبيبتي؟ مش عايزه بنجولي؟ لا انا عايزه اتنين. اشمعنى هو؟ حاضر حاضر، خد يا اختي ادي اتنين اهو. وانت شربات شربات. ايه يا اختي؟ منعم جاي. والنبي صحيح هو فين؟ فوق. اطلعي سلمي عليه على ما اجيب متكررات نعمل له عليه ملوخيه. مش كنا استنينا عزة وفتحي؟ يا اخويا بس كل، انت مالكش دعوه بيهم. هو حد عارف انك جاي النهارده؟ حق يا منعم، والنبي مفاجاه صحيح. الا ما قلتليش يا شربات. نعم. عملت ايه مع سي مدبوس؟ خلاص اصطلح مع مراته كده. يعني مروحه الجفايه. وانت لسه برضو عملتي غاوية صالح الناس. هو اللي يعمله ربنا كله فيه الخير. يا بخت من وفق راسين في الحلال. كده؟ طب ايه رايك بقى ان بكره انت هتوفقي راسين تانيين في الحلال؟ والنبي صحيح يا منعم. وادي كمان راس منهم. نويت يعني؟ بس اوعى تكون الراس التانية جايه من بلاكبورن. لا يا عمتي، دي من جوه من جوه قوي، اسكندرانيه. يا حلاوتها. اسمها ايه يا منعم؟ اسمها نبيله. ومن يوم ما وصلتي اتعرفتوا على بعض؟ ايوه يا بابا، هو كان مندوب الجورنال والمشرف على البعثة. طيب يعني، وتفتكري في الفترة البسيطة دي اللي عرفتي فيها كفاية يعني عشان تحكمي عليه؟ ما هو جاي بكرة وحضرتك تحكم يا بابا. هو جاي بكرة؟ ايوه، ده اذا ما كانش عندك مانع. يا ده مستعجل قوي، ويظهر كمان في غيره مستعجلين. انا ابدا يا بابا، انا بس يعني انا. انت ايه يا بنتي؟ على العموم ربنا يتمم بخير. يعني موافق يا بابا؟ طبعا حيوافق، وهم حيلاقوا احسن من منعم. ايه ده يا عمتي؟ هو في حد فوق؟ ده بس يا منعم. ايه بس ايه؟ الله، هو في حاجه يا عمتي؟ ابدا ابدا، ده اخوك فتحي يا ابني. فتحي؟ هو جه؟ طب وليه ما نزلش يسلم عليا؟ اما ملوش حل، انا هطلع اشوفه. شربات. نعم. مش كنا قلنا له احسن يا اختي من الاول؟ فتحي فتحي، دي النخل، دي مور، دي الميه، دي بريخ، دي خسيس عينكوخ، شرمبروم نيخ عينكوخ، دين عين، ليف، برمي، ليف، طاقي تورشي زي الزيف، كل العساكر، كل العساكر لازم في البيضة، بريش،
نسيت. فتح اخرس. انا الفهرار توم براون بيلمونت هيتلر. يا فتح اسمع رومل، انت مرفوض من الصحراء الغربية والصحراء الداخلية كمان. لو تسمعني ما فيش كلام. يعني ما فيش كلام بس بالخاح شكل الالماني. يعني ايه يوم سبت بس؟ ايوه يا ابني، كل يوم بيبقى حاجة شكل. يوم الحد يبقى نابليون، يوم الاثنين اسكندر ابو القرنين، يوم الثلاث تمثال رمسيس اللي في المحطة؟ ايوه يا ابني، ويومها بيغرق لنا الدنيا. ما تزعلش روحك يا حبيبي، الحمد لله اللي جت على كده. ده حتى الدكتور قال ان ما فيش خطر منه. دكتور مين؟ دكتور سراية المجازيب اللي خد اخوك عزت هناك. دي هو عايزة كراخر؟ اه عدوك يا ابني، لو ما كناش لحقناه كان بهدل الدنيا، وانت عارف ده طول عمره شراني. ما تقهرش روحك يا اخوي، يعني هم جايبينه من بره اهم طالعين لابوه. يعني ما فضلش غير يا ابني بعد الشر عليك يا منع. ما تقولش كده يا حبيب. ما اقولش كده ليه؟ هو مش بعيد. ربنا يحميك لشبابك يا ابني. خلينا احنا في المهم. هو بقى في مهم يا عمتي. هتخطب نبيله امتى؟ وعلى ايه بقى؟